السلام عليكم خاوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خاوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم نتكلموا على مقابله للمنتخب الوطني بالامس مع منتخب بوتسوانا. ماناش غنتكلموا كثيرا عن الجانب الفني لان ما شفناش حاجه عندها علاقه بالجانب الفني. صحيح ان فزنا بهدف لصفر، لكن في نفس الوقت ما لعبناش مقابله نتاع كرة القدم في أرضية ميدان تصلح لكرة القدم. حنا نعرفوا باللي رانا حنا كالجزائر ما عندناش ملعب، هذا شيء مفروغ منه، لكن مهما تكون ملاعب نتاعنا سيئة ماهيش بالسوء اللي شفناه في المقابلة بالأمس مع بالبارح مع ضد منتخب بوتسوانا. ملعب كارثي بأتم معنى الكلمة، لا يصلح لممارسة كرة القدم، ملعب كارثي. الملعب في حد ذاته قادر يعرض اللاعبين للإصابات، الملعب وحده يقدر يعرض اللاعبين للإصابات، الملعب وحده. نطرقوا إلى اللاعبين ولاعبين الخصم، قصدي لاعبين بوتسوانا، لاعبين المدرب عمروش. أنا في حياتي ما شفتش لعب خشونة بالطريقة هذه. كاين، أنا نأمن باللي كاين لعب في كرة القدم في اندفاع بدني أو خشونة، لكن تكون خشونة متعمدة هذا شيء آخر. حنا نلعب كرة قدم ولا منتخب الوطني يلعب مع فرق كبار، مع منتخبات قوية ومع منتخبات ضعيفة. لتلعب بالخشونة، تلعب خشونة لكن ما تلعبش متعمدة كرة القدم. الخشونة المتعمدة كان خشونة داخلة في اللعب، في إطار اللعب، لعب كما نقولوا احنا بقوة شوية ولا بالدفاع بدني داخلة في اللعب. كان خشونة لإنهاء مسيرة لاعب. ها نعم، البارح شفنا خشونة إنهاء مسيرة لاعب. الكاريير تفض، الكاريير تروح، كما بن ناصر كان قادر الكاريير تاعو البارح تروح، عطال الكاريير تاعو تروح، سفيان فيغولي الكاريير تاعو تروح، عدلان قديورة الكاريير تاعو تروح رغم انه كبير في السن، بالعملي الكاريير تاعو تروح. واش نزيدوكم اكثر من هكا خاوتي؟ صراحه والله يعني والحكم ما كان والو. كتراك نقول انا باللي ما عندناش اتحاديه تضرب علينا، كانت الناس تضحك عليا. انت ما تعرفش، انت تكره زاتشي. ها البارح شفتوا بعينيكم قريب اللي تكسرنا لاعب، راح هو المنتخب يضر واللاعب يتحطم في المسيره نتاعو، الكاريير تروح. بصح مع من تهدر، المهم ما علينا. الحمد لله، حاجه اللي يقولها الانسان الحمد لله، خرجوا اللاعبين والمنتخب الوطني واللاعبين المنتخب الوطني سلامات، خرجوا سلامات، لان مقابله البارح شعار اسلك براسك، مقابله البارح اسلك براسك، احنا شفناها اسلك براسك الحمد لله. الأرضية الميدان تصلح، منطبوش على بعضنا. صحيح احنا ماناش في ألمانيا ولا إيطاليا، حتى احنا عندنا ملاعب كارثية باش نكونوا صراحة، لكن ليس بالدرجة هذه. ملعب البليدة لعبنا مع زامبيا أرضية ماهيش ممتازة، أرضية مقبولة، نقولوا أرضية مقبولة، لكن البارح ما كانش، متقدرش تلعب دو باس متقدرش ديرها. واللي قالها مسكتو خشونة زايدة، أنا عندي كأنها اللاعبين عندهم رونكيل. ما يخي بوتسوانا ما بين تناولوا غير الخير، ما لعبنا معاهم، ما عندنا سابقا عندنا ثار قديم معاهم، ولا هما عندنا ثار، هما عندهم ثار عندنا قديم، ما كانش نتاع واحد ينتظر فيك، نتاع واحد شاريها لك اليوم نفضلك الكاريير نتاعك. هذا هو شعار نتاع البارح، ايضا شعار تاع البارح اسلك براسك، مقابله بعنوان اسلك براسك، ومقابله بعنوان راني شاريها لك.
شفناها البارح. لو نهضروا شوي بعض شوي الفنيات، نقولوا الجانب الفني، رغم اني مقابله ما عندهاش تقدرش تهضر الجانب الفني، ما كانش تقدرش تحللها ولا تهضر عليها، ولا ما عندك ني ملعب ني والو. جماعه لا تضرب جيدو ولا كاراتي، واحد قريب يجيبوا المشاكو ويجيبوا نتاع الجيدو والكاراتي، ما كانش. لو شوي نهضروا واش عن نهضروا واش نقولوا. حراسة المرمى لا غبار عنها، ما اسمه ماندي اللي عليه بالعمري اللي عليه بن سبعيني شويه مازال ناقص في ربريز، ما يعرفش يعاود يطلع يقلع بالون تاعو يحكم بالون يرجع ياسر يسيفيس شويه مازالت فيه، والريكلاماسيون ياسر على الاربيتراج مازالت فيه مش عتنحى، لان قلت ونعاودها غلام برجل واحده خير منهم لي غوشي هذا كامل. لو يرجع غلام ويرجع في الفورما تاعو برجل واحده خير منهم كامل، هذا رأيي الشخصي. ولي يعترض يعترض على روحو، رأيي الشخصي. عطال البارح كان أنا بالنسبة لي رغم أنه مقابلة منتخب ضعيف كان من أضعف اللاعبين صراحة، خاصة من الجانب الدفاعي. وهذا وش يفكرنا كي كنت نهضر في كوب دافريك في كأس أفريقيا في مصر، كي كانت الملاعب قمة صراحة، ملاعب اللي حنا دينا كأس أفريقيا أيضا ما ننكروش أنه ملاعب مصر قمة في الإبداع، ملاعب عالمية. هذا شنو عاونتنا أيضا ما ننساوهاش، أنه عطال كان كارثة في كأس أفريقيا، كانت الناس تهاجم، كانت الناس تقول تتكره ساتشي، أنت عندك عقدة من بارادو، رغم أنه عطال ماهوش بارادو، عطال ابن الجياسكا ابن شبيبة القبائل، لكن ما علينا الحمد لله البارح كلش بان، رغم أنه قلتها ونعاودها تقييم ظالم نوعا ما، لأنه ما عندناش ملعب، ملعبناش كرة قدم، معانا منتخب يلعب كرة قدم، منتخب رايح يعافرك رايح يضربك، منتخب راهو شغل شاريها لك، قلتها شاريها لك وراح يدير معك الجيدو ولا الكاراتي. لكن عطال ضعيف دفاعيا، لو تحطوا زفان وعطال من الجاع من الناحية الدفاعية، زفان هارب على عطال من الناحية الدفاعية، سلكنا في مقابلة نيجيريا بالطريقة والأداء، وسلكنا أيضا في مقابلة النهائية مع السنغال. والرحماني ما شفتش ماني أنا في مقابلة لا فينال مع السنغال، زفان دار دور كبير، لكن الناس لا غالب الناس اللي يجي من هيه كامل مكروه، بعض الناس ما نقولوش كلها خاصة الصحافة، اللي يجي من هيه كون يدير جرون ماتش مستوى عالمي طفي الضوء ما تهدرش عليه. صح اللي يجيبو زاتشي ولا كان تابع لزاتشي ولا شراه زاتشي ولا كذا، لاعب عالمي. قلنا لكم المهم عطال دفاعيا ضعيف، والناس اللي شافت الماتش تعرف الكلام هذا صحيح، عطال دفاعيا ضعيف. وروحوا شوفوا كأس أفريقيا، روحوا شوفوا كأس أفريقيا. إذا فوز مهم 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 جدا، مهم من ناحيتين، أول حاجة أن عدنا محتلين المرتبة الأولى، خطوة للأمام للتأهل إلى كأس أفريقيا، لأن قلتها ونعودها مجموعة ضعيفة، إلى نهضرو صراحة مجموعة كما هذه تتأهل بسهولة. الشيء الثاني راح يساعدك هذا الفوز في التصنيف الارتقاء في تصنيف الفيفا، تصنيف الفيفا راح يساعدك بصورة كبيرة تتفادى المنتخبات الإفريقية الكبيرة. كي نقول منتخبات إفريقية الكبيرة مش يعني أنك أنت، مش معني أن المنتخب الوطني ضعيف، لا، يعني أنه منتخبات الإفريقية القوية كالكاميرون نيجيريا الكوت ديفوار سينيغال هذا خاصة غانا، هذا من المنتخبات تتسلح ودير ديما تقرع حساباتها لما يتعلق الأمر بكأس العالم، ما تفرطش في كأس العالم لأنها راح تدخل أموال، تعمل المستحيل، تجيب لاعبين تجنس لاعبين تسوي ملفات تاع لاعبين تعمل جنسية تاع الرياضية في الفيفا، تعمل المستحيل بناسيونو دير مستحيل، تجيب مدربين كبار تتكولس دير الكواليس في الكاف، تدير المستحيل باش تروح لكأس العالم. بينما احنا الا بقينا في النقة هذه ولا في كيما نقولوا احنا في العقلية هذه، انت احنا رانا ابطال افريقيا وحنا هم الميور وواحد ما يحبسنا،
والله ما نزيدوا خطوة وشفاو على الكلام مليح، والله ما نزيدوا خطوة، خاصة كأس العالم، مش نحكي على كأس التصفيات، كأس العالم والله ما نروحوا بعيد. لازمنا نحطوا رجلينا في الأرض، ولازمنا ثاني حاجة أن نبحثوا نشوفوا الخليفة، نشوفوا شكون اللي يخلف في غولي، نجيبوا عصافير نادرة، نجيبوا لاعبين اللي عندهم مستوى عالي باش نلعبوا كأس العالم وباش نروحوا كأس العالم بسهولة. لازم عمل، لازم اتحادية تخدم، لازم اتحادية تخدم في الفيفا، لازم نجيبوا لاعبين مستوى عالي. الى بقينا بهذا اللاعبين وكذا ما نجيبوش وما نحتاجوش وعدنا وعدنا وعدنا، انا قلت ونعاودنا عدنا 14 15 لاعب، ما عندناش 23 لاعب وللحديث بقية. فالاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.